شخصية ظريفة بمهنته غير البارزة، إصلاح الصحون اللاقطة للقنوات الفضائية. هذا الفتى المعروف بخالد الكنج اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته العفوية الحاثة على العمل، ضدا من السلوك المسلح الذي ينجر إليه الشباب. صح أنه ماشي معينا أصدقاء كثير ومتابعين كثير، بس قلت يلا يكفي أن أنا أشتغل الناس الذي أعرفهم، يعني أشوف يعني الناس تفاعلت معي بشكل يعني غير معقول، أنا ما كنتش متوقع. تقريبا الآن وصل إلى 29 أو 30 ألف مشاهد. أتى كأس العالم فزادت شهرته نتيجة عدم قدرة الغالبية العظمى من الاشتراك في القنوات المحتكرة بث المباريات ليشارك بطريقته في جذع حقوق الملكية وحقوق الفقراء في متابعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم. أنا مع أبناء شعبي الفقراء. لكن شوارع عدن كان لها رأي آخر، إذ انتشرت شاشات العرض في الساحات العامة جاذبة المئات من المتفاعلين مع المنتخبات العربية المخيبة للآمال، لكن الزحام لم يتناقص إزاء الأدوار المتقدمة الأكثر حماسية في المونديال العالمي المقام في روسيا. هنا وفي ساحة العروض يعتلي سائق التاكسي أمين عبدو سيارته لمشاهدة المباراة، ويتحدث إلى قناة بلقيس عن العلاقة القديمة لهذه المدينة بكرة القدم ممارسة وتشجيعا. الناس وجدوا متنفس، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الأجواء هذه، وتجد يعني الألفة والمحبة بين الناس. الناس بيحبوا الرياضة من زمان، يعني من زمان الأندية، لكن للأسف الشديد عندما دخلت السياسة في الرياضة فضعفت الرياضة كثيرة. تقترب البطولة الكبرى لكرة القدم من نهايتها بعد شهر مثل لهؤلاء البسطاء متنفسا ومتعة تنسيهم الحرب المحيطة بهم وأزماتها المستمرة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.